طيب لو حبينا نتكلم عن التوسع في زراعة القمح إن شاء الله المواسم الجاية، إحنا متخيلين إن النسبة ممكن تكون قابلة للزيادة بنسبة قد إيه؟ يعني أنا عارفة إنها طبعا أرقام تقريبية، ولكن إحنا عايزين نتفائل ونكمل التفاؤل. إحنا متخيلين ده ممكن يكون دافع قوي إن يبقى فيه مساحات منزرعة أكبر، الناس تستخدم طرق أكتر، هل ده وارد إن شاء الله المواسم الجاية؟ هو طبعا احنا ان شاء الله الامل الكبير في المشروعات الكبيره اللي طبعا كل سنه الدوله توسع فيها، توشكا، العوينات، الدلتا الجديده، مستقبل مصر وغيره، كل دي مشروعات ان شاء الله بتضيف مساحات لمصر كل سنه. واحنا ان شاء الله يعني السنه ان شاء الله هيكون برضه حصل لجزء فيها، السنه الجايه يكون فيها توسعات اكبر، لكن احنا مع المزارع بنرغبه في الزراعه وبالذات محاصيل استراتيجيه اللي احنا محتاجينها، بنرفع له السعر، بنوجه له الدعم الكافي، لكن مساحه القمح وزيادتها ان شاء الله معتمد على المشروعات الكبيره اللي الدوله تتبناها ان شاء الله. عندنا برضو المشروع القومي للصوامع، بنتكلم على الصوامع الحديثة والجديدة بدل من الشون الترابية والشون القديمة اللي كانت بتفقد مثلا حوالي 15% من إجمالي إنتاج محصول القمح. شايف الطفرة في هذه الصوامع والحفاظ على المحصول من المزارع وصولا بقى إلى المورد بعد كده. هو هنا طبعا بنتكلم على إحنا القمح عندنا في مصر فيه ثلاث مشاكل، إنتاج توسع، إنتاج رأسي، توسع أفقي، وفاقد في المحصول. الانتاج الحمد لله احنا انتاج الراسي زي ما قلنا احنا دلوقتي بنحتاج مركز عالمي. التوسع الافقي بدانا النهارده بدل ما كنا بنفقد في مساحه الارض بتعدي عليها بنتكلم كل سنه في زياده في المساحه الحمد لله. المشكله الكبيره الفاقد في المحصول كان بيوصل 30%، بيضيع من اول الهدر في الحقل من الحصاد اليدوي والحصاد العادي، كان بيضيع كتير المحصول بتاعي لحد التشوين، كانت الشوى اللي موجوده مكشوفه ترابيه مكشوفه من الشمس، بيحصل فقد في المحصول. الصوامع كانت عندنا تتعدى المليون مليون ونص تخزين، قدره التخزين بتاعها. تم كل الشوى اللي موجوده في الجمهوريه اصبحت شوى اسفلتيه مغطاه. صحيح. المشروع القومي للصوامع بدل من 1.5 مليون طن النهارده دخلنا على 4 مليون طن قدره تخزين. يعني عملنا زياده اكثر من 300%. فالحمد لله عندنا منظومه نجاح بتقلل معانا في الفاقد، مع طبعا منظومه الخبز اللي تم تطبيقها اللي هي بتاعت الكارت بتاع صرف العيش وغيره، بقاش فيه تسريب من الفران، فاحنا قللنا الفاقد في الحقل في الزراعه والحصاد، قللنا الفاقد في الشون والنقل، قللنا الفاقد في قدره التخزين. فالحمد لله احنا عندنا مشروع قومي كبير دلوقتي قابل للتوسع كل سنه، وبنقدر النهارده نخزن كل كميه القمح اللي ناخدها من المزارعين.